يعني مثل ما بنعرف انه الكعب العالي يعد مظهر من مظاهر ومعايير الانوثه، وما في المراه تستغني عنه خصيصا بالمناسبات. وممكن كثير من النساء ما بيعرفوا انه في خطوره كثير كبيره للكعب العالي على صحه الجسم وتوازنه. أريجة أكيد، ويسبب الكعب العالي عدد من المشاكل سواء للقدمين والكعبين والظهر وتوازن العمود الفقري. رح نحكي عن أبرز هيدي المشاكل والحلول مع الدكتور جهاد حاج إبراهيم، أخصائي جراحة عظمية. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتور. يسعد صباحك دكتور. مثل ما ذكرنا بالمقدمة أنه الكعب العالي أكيد هو بيكمل أنوثة المرأة وبيعطيها إطلالة مختلفة، لكن اليوم أكيد كثير من النساء ما بيعرفوا مخاطر الكعب العالي. خلينا نتعرف عليها أكثر مع حضرتك بالبداية عن أهم المشاكل يلي بتسببها للقدم. الحقيقة الكعب العالي له سلبيات وله إيجابيات. الإيجابية هي بيعطي الحقيقة جمالية. هو جمالية للإمرأة، ما له علاقة بالطول أكيد، بيعطي جمالية للإمرأة وبيكم يعني من تميمات الأنوثة. هلا من السلبيات الحقيقه الكعب العالي بيتدرج من الخمسة سنتي للسبعة للتسعة احيانا للاثناش. الاسوء شيء هو كل ما ارتفع الكعب. الحقيقه هو موديل اللي يعني قصه الكعب العالي هي من سنين، يعني من الاف السنين، 3500 سنه موجود حتى على ايام الفراعنه. المشاكل بتصير بالكعب العالي هي الحقيقه بتبلش من القدم، من الاصابع بنتهي بالعمود الفقري. من الاصابع من تحت نحن بصير عندنا مشاكل، خاصه الكعب العالي بيجي من الامام ضيق، فبيبلش بالاصابع بصير عندنا نحن بعد تقاليل بروس الاصابع الاصابع الخامس والباهم. هلا الباهم عاده بصير عندنا نحن في شيء اسمه ابهام افحش. هلا هو عامل مساعد نحن بنسميها التبارز العظمي على الباهم، على الاصبع الكبير للقدم. هو الحقيقه عامل مساعد، طبعا في اسباب وراثيه، اسباب الاحذيه الضيقه، ولكن هو من العامل المساعد على وجود الابهام الافحش. هلا بننتقل بعدين للصفاق الاخمسي، راحه القدم. الحقيقه راحه القدم اللي بصير عندنا نحن وقت بترتفع العقب للاعلى بصير عندي شد على راحه القدم، على الصفاق براحه القدم، فبسبب الم. بنتقل لعنق القدم، ارتكاز وتر اشيل الكعب من الخلف. كثير من الاحيان بصير عندنا نحن نتيجه الرفع هذا بصير عندي تشنج وقصر في العضله للعضلات الربلي وحتى وتر اشي. لذلك المريض يعني الشخص وقت بيلبس كعب لفتره زمنيه طويله وبيبدل بكعب واطي فبصير عنده الام في هالمنطقه هي. هلا تناوب الكعب العالي هو انه نحن اذا لبسنا الكعب العالي بفترات بسيطه، نحن في مناسبه، في هذا ما بيأثر، يعني ما رح تأثر ساعة أو ساعتين. أما اللي هو يعني استعمال الكعب العالي لفترات زمنية طويلة والمشي لمسافات طويلة هذا اللي بيأثر. هلا بنيجي بعدين للركبة. اللي بصير نحن عنا الزاوية القائمة للجسم مع الأرض عندي 90، كل ما ارتفع كل ما صار عندي هجوم الجسم للأمام حتى يعوض، فبصير عندي عطف بالركبة. فبنلاحظ نحن اللي بيمشوا بالكعب عالي بيمشوا شوية عطف في الركبة للأمام، خاصة كعب عالي طويل، خاصة إذا كان امرأة كمان طويلة، فبصير عندي بتلاقي هجوم للأمام. أنا في عندي 90 درجة، كل ما طلع بصير عندي بتقل الزاوية، بصير 55 75 كل ما قلت الزاوية، كل ما ارتفعت بتزيد الزاوية بصير عندي بتقل الزاوية بصير 55، فبصير عندي هجوم للأمام بيعوض هالشيء. هذا الهجوم للأمام بعطف الركبتين. بالمقابل العطف الركبتين بسبب لي آلام. هلا هذا بتيجي مع الوقت. كمان نطلع لفوق نحن بصير عندي هجوم للأمام بيعوض الإنسان، هالهجوم للأمام بيعوض حتى من السقوط بصير عندي عطف للخلف، فبصير عندي هالبزخ القطني في أسفل العمود الفقري فبيسبب لي ألم كمان بأسفل العمود الفقري. نعم دكتور، خلينا نحكي عن مشاكل العمود الفقري اللي بيسببها ارتداء الكعب العالي. يعني قديش مثلا في ضرر للعمود الفقري وشو هي المضار تحديدا نحكي عنها تبع العمود الفقري؟ هلا اللي عم يصير عندي انا الحقيقه العمود الفقري له نحن الانحناء الطبيعي الفيزيولوجي تبعه، ونتيجة العطف للأمام وللشد وقت الإنسان حتى يعوض هالعطف للأمام، وقت بصير عندي أنا كعب
بصير عندي انا تشنج شديد بالعمود الفقري، احنا مسويه تقوم، مسمين احنا تقوم. هالتشنج هذا فبسبب احنا نقاط القوه على العمود الفقري ما بتتوزع بشكل متساوي، بصير عندي تتوزع في مناطق معينه اسفل اللي الظهر هي يعني. اسفل الظهر نعم، اللي هي بالعاده ما بتتحمل هيك شغله فبسبب الام. هلا اكثر مشاكل نحن بصير عندنا بالقطنيه الخامسه مع العجوز بالاضافه للمفصلين الحرقفيين. هلا الالم يبدا هناك، طبعا ممكن ينتشر الالم للاعلى وممكن ينتشر الالم للاسفل على الاليتين. هلا الالام اللي بتصير عند المريض تبدا بشكل بسيط، استمراريه هالشيء هذا، استمراريه استعمال الكعب العالي والمشي والروح مع الوقت بتبين المشاكل. هلا مثل ما قلنا نحن في البدايه انه نحن اذا غيرنا، اذا نحن استعملنا الكعب العالي في مناسبات وفي طلعات هذا الحقيقه ما بيأثر. خلينا نكون نحن منصفين، لانه كمان الست لا يمكن انه يعني، وشيء جميل مثل ما قلت لك، يمكن وقت تسمع كل هالمشاكل يلي ممكن يسببها الكعب العالي اكيد رح تقتنع بهالكلام وتخفف يمكن من ارتفاع الكعب، او مثل ما ذكرت دكتور انه يلبس بوقت المناسبه فقط. هلا هو نحن ما ناخذ كعب العالي، هلا يعني نحن في عندك من 12 لل 9 لل 7 لل 5، نحن حسب يعني الاجمل هو المعتدل هو ممكن بالتسعة. تمام. يعني 12 كثير، بصير عندي المشكله بالزاويه مع الارض، الجسم مع الارض 90. كل ما نحن رفعنا العقب فلذلك انا بصير عندي هجم للامام اكثر، فهذا بده تعويض بالعمود الفقري، وهي اكثر الالام هي العمود الفقري الحقيقه وعضلات الربله وتر اشيل، هون بصير الشد وبصير الضغط. يعني دكتور بس خلينا في كعوب الاجديد اريج، هي الكعب اللي بيكون مانه مفصول، بيكون موصول ببعضه بنفس الارتفاع، هذا مشاكله مثل مشاكل الكعب نفسها اللي يعني بسببها على العمود الفقري، بسببها هذا النوع من الاحذيه اللي هلا كثير دارج انه تكون هو كعب ولكن على مستوى واحد، ولا نفس الشيء المضار؟ هلا المشكله الحقيقه كمان نحن نسينا ننوه عليها، بيجينا الكعب اللي الرفيع اللي ارتكازه على الارض بتلاقي، خاصه اذا المريض ماشي بطريق شوي ما له سوي، فبصير العقب يعني ما في عنده ثباتيه، المريض بيمشي او الست بتمشي بصير عدم توازن، بتلاقي تمشي خوف من انه يصير عندي شيء سقوط او شيء وسيع قدم، فهذا شيء. هلا الكعب العالي اللي بيجي العريض شوي بيجي اقل، ولكن اسمه كعب عالي. المنظر اللي عم نحكي عنه نحن هذا اسمه كعب عالي، ليس له علاقه بال اذا كان متصل مباشر او غير مباشر، هو كعب عالي بالنهايه وبسبب الام عمود فقري. اكيد دكتور. يعني دكتور كمان في كثير من النساء ويمكن ما في صبيه الا ما صارت معها لابسه كعب عالي ونلوت رجلها شوي، هون قديش ممكن يشكل خطوره اكبر الكعب العالي وقتها تلوي الرجل؟ الحقيقه نحن هذا موضوع رح ندخل فيه من كمان من المشاكل اللي هو وسع عنق القدم. وسع عنق القدم هي الحقيقه من المشاكل اللي نحن بنصائبها عند المرضى واللي بدها حل اسعافي. يعني المريض صار عنده وسع عنق قدم لا يكابر عليه مباشره، يتابعه من نحن بنعطي المريض، بيجينا نحن مرضى كثير على مشفى ابن النفيس عندهم وسع عنق قدم بالشعب العظميه بيجي على العيادات. ممكن سبب يعني تمزق هو نفسه تمزق نحن، فلذلك بدنا نحن نلحق المريض في لا يقل عن 24 ساعه بتلج، وبعض منا نحن ممكن المريض احيانا نحتاج الى جبس. تماما. اذا صار عندي الوزمه شديده وصار عندي ازرقاق معناتها في عندي نزف، فاحنا يعني ممكن يعتاز الى جبس لمده 20 يوم. فلذلك نحن يعني ما ناخذ الموضوع انه فكشه رجلي ايه بسيطه. الوسي هو اللي بيقيمه الطبيب انه قديش شدته، قديش المشكله عند المريض، الحل تبعه هل هو جبصين، هل هو رباط يكفي. هذا الحقيقه احيانا بيجينا كمان المريض عنده كسر، يعني انه بيجينا المريض انه صار عنده وسي بس يكون عنده كسر وما شعرت بألم دكتور، خاصة المرضى اللي عندهم سكري، المرضى اللي عندهم مشاكل عصبية، فبيكون عندهم عتبة الألم أقل، فما بتظهر عندهم عتبة الألم، بكون عندهم كسر، بتصير عندهم مضاعفات أكثر نتيجة يعني إهمال، أو بتكون عند المريض يعني لا مبالاة. فلذلك نحن أي أذية بالقدم، أي أذية حتى من بالأصابع يعني لازم نتابعها، وبتكون نتائج جيدة، خاصة إذا كان عندي أنا يعني في بداية أي مشكلة حل بيكون اسهل من ما انت تتفاقم. تمام دكتور. يعني في حاله اصيبت المراه
بمشكلة من جراء ارتداء الكعب العالي، شو هي طرق علاجها من البداية؟ يعني مثلا ممكن يكون انه تتخلص من ارتداء الكعب العالي وبعدين بيجي العلاج، خلينا نحكي عن تدرج العلاج. هلا اول شغله نحن ما نستعمل كعب عالي بشكل مستمر. يعني هلا نحن نعمل وقايه، يعني نحن عندنا مناسبه، الست عندها مناسبه، ممكن تاخذ حذاء، بتحضر مناسبه ساعه ساعتين، بعد منه بتتخلص منه، ممكن تلبس حذاء اقل ارتفاع. هلا اذا صارت عندي مشكله انا بدي اشوف انا وين المشكله، هل هي بقى بدي كمان تختار نوع الحذاء المريح، يعني في كعوب عندي وفي احذيه ما هي مريحه، يعني في كعوب بس تهتم بالشكل تمام، يعني بيعطي المنظر جميل ولكن غير مريح، يعني تختار كمان الحذاء المريح. الشيء الثاني هي انه انا ادارك وين عندي مشكله، وين في عندي ضغط على الاصبع، وين عندي ضغط على الخلف العقب، ممكن انا احط بلاستر بحيث انه يخفف عندي ضغط على العقب، وهذا الشيء بيحسن هالشيء هذا. هلا الشيء الثاني بالام الركبه، اذا كان عندي الام ممكن انا اعالجها بمعالجه فيزيائيه، قوي عضلات الركبتين، لانه بصير عند المريض تشنجات، هالمعالجه هي الفيزيائيه وحتى العلاج الدوائي بخفف كمان هذا الشيء. بننتقل للعمود الفقري. هلا العمود الفقري الحقيقه مشكلته كبيره، مو بس نحن بالحاجه يا عزاء، الحقيقه اللي اثبت انه افضل علاج للعمود الفقري هو السباحه. يعني هذا موضوع طبعا نتيجه دراسات ونتيجه خبرات، افضل علاج للعمود الفقري السباحه. السباحه بتقوي العضلات. نحن في عنا قاعده بالجراحه العظميه بتقول مفصل ضعيف عضلات ضعيفه، كل شيء عندي انا مجموعه عضلات حول المفصل ضعيفه بيؤدي الى مفصل ضعيف، كل ما عندي عضلات قويه حول المفصل فبيكون عندي مفصل قوي، وهذا العلاقه يعني متناغمه، وكل ما انا نحن مشينا بهالطريقه هذا بيكون نتائج جيده. يعني عضلات حول العمود الفقري بتكون قويه، ما بتتقوى الحقيقه غير بالسباحه، ما بتتقوى بنروح على الجيم ونحمي الاوزان، لا خلينا شوي نكون صريحين. هلا المشي لا شك انه هي افضل انواع الرياضات هي المشي. المشي مو نحن الدكتور انا بروح بشغلي بمشي كثير، لا هذا الحكي ما مقبول. نلبس بوت رياضه، بنلبس بيجامه وبنمشي مسافات طويله، بنمشي مسافات نص ساعه ربع ساعه، نلبس هالطريقه هي بنروح وبنرجع بنلبس. اما انا بالشغل يعني وقت الرياضه له وقته ووقت الشغل، يعني احنا بالعمل اسمه جهد، وقفه وطلعه وحركات، يعني فلذلك هذا اسمه جهد اثناء العمل، ما اسمه رياضة. تمام دكتور، بما أنه فتنا بمشاكل العمود الفقري وأغلب النساء بيعانوا منها أكثر من الرجال، لأنه كونوا النساء هن بيوقفوا كتير بالمطبخ وبيشتغلوا كتير فالنساء بيعانوا منها، في موضوع الجنف، خلينا نحكي عن الجنف، هذا كتير منتشر هلأ عند النساء، كمان علاجه للجنف بالسباحة، وفي طريقة تانية للنوم مثلا على لوح خشب، أحيانا الدكتور بيطلب أنه ما تنامي على الفرشة الكمفورت هيدا اللي بتنزل، أنه تنامي شوي على شيء قاسي، هيدا المعلومات يعني لقديش فيها. لا النساء الحقيقة بصير عندهم آلام العمود الفقري أكثر، هو سبب الولادات. أثناء الولادات في جسم بيحرر هرمون حتى الحوض يقدر يعني يرتخي مشان يخرج الطفل. هلا اللي بصير عندي انا بالعمود الفقري نتيجه هالمخاض هذا بصير عندي حركه بعض الاحيان بسيطه باسفل الفقرات النهائيه، وطبعا بمفاصل الحوض كلها. هلا في مرضى عندهم يعني استعداد لهالشيء هذا، وفي مرضى ما عندهم استعداد. خلينا نكون نحن بالشيء التالي، خاصة بالحمل الأول بيكون عندي أنا أول شهرين ثلاثة بيكون في ألم، وبيكون عندي بالشهر الثامن التاسع في ألم. هلأ الألم الذي يستمر ما بعد الولادة هون بده متابعة. الألم ما بعد الولادة انتهى خلص، كان في عندي مشكلة، كان في عندي أنا حمل، كان في عندي خلص انتهينا منه. هلأ ما بعد الولادة إذا استمر هالألم ما بعد الولادة هذا بده متابعة. الألم اللي بصير عند المريض، اللي في المريضة هي بوسة صباحية، بتقلي المريض أنا دكتور في الصبحيات ظهري يبسان موجوع، هاليبوسة الصباحية اللي خلال 10 دقائق، بعد 10 دقائق بصير عندي الليونة، هذا مشكلته بسيطة.
اما اللي بالالم اللي بيتفيق المريض ومرتاح وبصير عنده الالام ما بعد الحركه، هذا اللي نحن بندور عليه. الوقفه لفتره زمنيه طويله، وقفت المريضه فتره زمنيه طويله بالمطبخ، لازم على طول تكون في حركه والعطف، وتكون كمان الحنفيه اللي حقيقه احنا شغلات بسيطه لكن بتاثر تماما. هل وضعيه العطف، هل وضعيه العطف اثناء الاداء العمل هذا، الانحناء هذا اللي عم يخلي على طول الظهر مشدود، الظهر منحني والعضلات شادة بيسبب ألم. كمان دكتور كنا عم نذكر ببداية صباحنا لليوم كمان الموبايل ممكن يأثر بشكل كتير كبير على الرقبة وعلى انحناء الظهر، يعني الشخص وقت يصير في إفراط لاستخدام الموبايل ممكن يضل حاني رأسه وحاني فقرات رقبته. منيح نوهتي على الموضوع. هلأ في شيء اسمه تنازل موبايل، هيك اسمه تنازل موبايل، صار مرض، صار مرض تنازل موبايل عندي. منبلش من ايدين بيخدر. في شيء عندي انا الام بالمفاصل خاصه الباهم اللي هو عم يحرك العالم، وبيديني كمان ضغط على العصب الناصف. هي شغلتين. الشغله الثالثه هو الرقبه. نعم. الحقيقه نتيجه الجلوس لفترات زمنيه طويله بهالوضعيه العطف هي اللي المريض الحقيقه بيكون مسترسل ما له منتبه لفترة زمنية طويلة، فبسبب لي أنا ألم بالعمود الفقري، وهذا الحقيقة ببين بعد فترة التشنج العمود الفقري الرقبي. نحن كنا نقول أنه اللي بيجلس على الكمبيوتر لفترة زمنية طويلة بسبب لي مشكلة، هلأ نحن صارت الموبايل أصعب، صارت موضة قديمة يعني. يا محلى يا محلى الكمبيوتر، لأن الكمبيوتر قاعد ممكن يرفع. هلأ الموبايل عادة بدك تشتغل وما بدك يعطف في المريض. والمشكلة مو أنه نحن استعمل الموبايل خمس دقائق عشر دقائق انتهت القصة، في ساعات. نعم. وهذا اللي عم يجينا نحن المرضى، وخاصة يعني المشكلة أنه يبين عندك الألم بعد فترة. هل تسلسل عمود الرقبة الفقرات هي، والضعف العضلات حول العمود الفقري حول العمود الرقبي عم يسبب لي هالآلام هي. يعني مواضيع كثيرة وأسباب كثيرة ممكن تأثر على العظام بجسم الإنسان، أهم ذكرناها بالبداية هي الكعب العالي، ومواضيع كثيرة رح نتعرف عليها مع حضرتك دكتور إن شاء الله بحلقات قادمة. شكرا كثير على هالمعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم. شكرا كثير، شكرا، يعطيكم العافية. نشكرك دكتور على هذه المعلومات اللي قدمت لنا إياها والنصائح، إن شاء الله يا رب يكونوا استفادوا منها كل اللي عم يتابعنا هلا على شاشة الإخبارية السورية. بدنا نقول لك يسعد صباحك مرة ثانية ونتشكر وجودك. صباح الخير، شكرا كثير.